لباس الملوك والسلاطين هو الجلابه البجويه. من زمان زمان كان بكري ما عدا الجلابه البجويه والملف هما اللي كانوا، ما كانت لا جلابه ديال الفاس ولا شعره ولا حتى شعايا، كان البجوي فقط والملف هو اللي كان. هذه اول مره كان عرض في معرض الفرس، اول مره، ونتمنى ان شاء الله نعاودوا نتكررها مرارا وتكرارا ان شاء الله. كاين الاقبال، كاين الاقبال، الناس اتصلنا من الناس بعائلات كيعرفوا الناس ديال البجيو، تيقلبوا على البجيو ما كيلقاو، ولقاو عندنا هنا في هذا معرض فرس. تنظيم ممتاز ممتاز، مع عمري ما شفت بحال التنظيم هذا اللي كان في معرض فرس. فرحان ملي جيت من اقليم ازيلال، دائره البجيو، البلاصه ديال الصناعات البجيويه، ونتمنى ان شاء الله نجي العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله لهنا لمعرض فرس، ونبقى ان شاء الله نعاود مره اخرى ومره اخرى كل عام ان شاء الله الى بقى العمر نجي.